سالي، بسبب ضغوطات الحياه والعمل كثير منا بيكون عندهم وقت، واوقات ما بيكون عندهم وقت لا يمارسوا الرياضه، لكن الرياضه اليوم هي جزء مهم من حياتنا. فاكدت اخر الدراسات العالميه ان ممارسه الرياضه لنصف ساعه مرتين بالاسبوع بتحافظ على القلب بصحه جيده. سلمى، بالاضافه لتناول الغذاء الصحي، وايضا ذكرت وكاله تنميه الصحه البريطانيه ان ممارسه رياضه المشي لنصف ساعه 5 مرات بالاسبوع كفيله باحداث فارق على صحه القلب. لنحكي اكثر على اهميه الرياضه والنظام الغذائي للوقايه من امراض القلب. بصرنا نرحب بالكوتش رامي يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك كوتش رامي. صباح الخير. بداية خلينا نحكي عن الدراسة الأخيرة اللي ربطت الغذاء الصحي والرياضة بصحة القلب. هلا نحن بنقول دائما القلب هو نبض الحياة، انتظام نبضاته هي انتظام صحتنا. فمن هي من هذا الحديث تبعنا اللي بنبلش فيه صباحا هو موضوع صحة القلب. صحة القلب هو شيء مهم لجسدنا، لأنه هو المضخة اللي بتعمل، هو ضخ الدم لكل الجسم. الدم هو كمية موجودة بالجسم، هي كميته القليلة. عمل القلب هو انه هو يضخها لكل الجسم، تمام؟ فصحة القلب هي ضرورية كثير لكل عمليات الجسم. يعني نحن مثلا نتنفس، الاكسجين بيروح عن طريق الدم، بدنا غذاء يروح للخلايا بيروح عن طريق الدم، الفضلات اللي بتنتج عن كل عمليات الهضم بترجع عن طريق الدم لكل اعضاء الجسم. فهو العضلة الرئيسية بجسمنا، هو صحته هي صحة كل الجسم تماما. احنا ما فينا، في عندك مثلا بيقول لك انه مثلا احنا مرضانين بجزء معين ممكن يكفي الحياة بس انه في هذا الوجع موجود، بس القلب اذا هو ما منتظم ففي مشكلة لكل الجسم، ما فينا نكفي بلا. هلا عملية الامراض اللي بتصير عن طريق القلب هي كثير، في منها بيكون عضوي يعني بيكون موجود بجسم من قبل، وفي منها نحن بنخلقه بجسمنا. يعني طريقة النشاط اليومي القليل حتى التغذية الما صحية هي كثير بتأثر على موضوع عمل القلب. فنحن اليوم ما رح نحكي عن موضوع العضو العمل الفيزيولوجي تبعه انه هو اذا كان في مشكلة جسدية، نحن رح نحكي باتجاه الرياضة. وهي دورها كيف هي ممكن تنشط عمل القلب. هلا نحن كرياضة نحن في كثير هلا انتشار كبير لنسمع كلمة موجودة عند كل غالبية العالم بيقول لك انا بعمل كارديو، انا بعمل رياضات هوائية. هي الرياضات اللي لها أكثر اتصال مع عضلة القلب، لأنه هي بتكون نشاط خفيف وبيكون موجود فيه تنفس وما بيكون عندنا جهد عالي. هاي الرياضه هي الرياضه المناسبه لكل الانشطه، لكل الاشخاص مثلا يعملوها ولكل الاعمار، وهي الرياضه الضروريه لتنظم عمل القلب. تمام. يعني كوتش خلينا كمان نحكي عن الاشخاص اللي شوي ما بيعتنوا باكلهم، غير اللي ما بيلعبوا رياضه، يعني هي صارت مصيبتين، ما بيلعبوا رياضه وبياكلوا كثير، فبصير عندهم مثل شحوم، بصير عندهم شغلات بالدم حتى، هذا الشيء قديش بيأثر على عضله القلب؟ تمام. هلا نحن قلنا القلب هو عم يضخ الدم بالاوعيه الدمويه. هلا طريقه الاكل الصحيه هي بتساعد انه كيف انه نحن ما نعمل مشاكل بهي الاوعيه. هلا طريقه الاكل الما صحيه اللي حكيت حضرتك موضوع فيها شحوم زياده او ما فيها تنظيم، فبتعمل تراكم مع الايام لهي الاوعيه، بصير عنده القلب صعوبه بضخ الدم ليقوم العمليات الحيويه. نعم. فنحن علينا كنمط غذائي صحي نبتعد عن موضوع الشحوم اللي عم تحكي عليها، اللي هي الاكل اللي فيه دهون. يعني هلا طبعا في دهون صحيه نحن ما لازم نركز عليها، بس نبتعد اكثر شيء عن الاشياء اللي بتضر. هلا في كثير شغله احنا بننبه عليها، بيقولوا لنا مثلا هلا منتشره كثير هو الاكل الجاهز الفاست فود. يعني العالم شفنا بالوقت الحالي بيحبوا بصعوبه الحياه انه ياكلوا مثلا الطبخ او الشغلات الصحيه، هي السلق الشوي، هي اذا رجعنا لايام زمان هو هذا الصحي، مشان هيك كانت مشاكل القلب ما كثير موجوده من قبل، بينما هلا انتشرت بزياده هو مع انتشار الاكل ما صحي. هلا احنا بنركز باكلنا اكثر على الاكل الصحي اللي هو يعتمد على الفواكه الخضره، بنعتمد على موضوع حتى البروتين لازم يكون مانو هو يكون طبيعي، مثلا اذا قلنا حيواني او نباتي، بس بالشقين اثنين يكون مطبوخ او مشوي، ما يكون مقلي، عشان هذا موضوع الشحوم اللي احنا بنركز عليه. هو اطيب مقلي، هو المشكله انه العالم كله بتروح باتجاه الشغله ويقول لك هذا اطيب، بس هو صراحه مو اطيب، بس احنا تعودنا عليه. صحيح. يعني سرعه الحياه خلتنا انه احنا بدنا شغله سريعه، فهي العاده خلتنا انه لا خلص هذا هو الطيب، وانما انت اذا بتعود الطفل من هو صغير على اكل البيت، عودته من هو صغير. حتى صراحه انا كثير منبه فيها لكل العالم هو موضوع الحوامل، انه انت اذا تعودتي بفتره الحمل انك تاكلي اكل صحي، فالولد رح يجي يتعود هذا الموضوع. حتى ونحن طبخنا بالبيت عودنا اولادنا انه لا نعمل الاكل بالبيت مطبوخ مشوي مسلوق مو مقلي،
اللي هو كثير بضر بموضوع يعني مع التراكم مع الايام بيعمل مشاكل بالشرايين. اكيد. طيب كوتش، بما انه حكينا عن سرعه الحياه واللي هي اوقات بتجذبنا مثل ما قلت لكثير شغلات ممكن تضر بالصحه، كمان اوقات الوقت القصير بيخلي الناس تغفل الرياضه بحياتها، تقول انا ما عندي وقت روح على النادي، ما عندي وقت، ما عندي امكانيه. بعض الناس بتقول اني روح سجل بالنادي، خليني اتفرج شو بيعملوا بالانترنت، خليني اشوف شو بيعملوا بالتلفزيون وقلدهم. هذا الشيء اوقات بيضر بصحتها، وخصوصا لما تعمل حركات خطا من دون احماء. خلينا نحكي عن هذا الشيء كمان. هلا طبعا السوشيال ميديا هو صار هو الانتشار الاوسع حاليا، يعني نحن عم ياخذ هو اذا بنشوف العالم من وقتها اكثر وقت بتلاقي الانسان قاعد مع موبايله، قاعد مع الشاشه، يعني السوشيال ميديا هو نحن صار هو الشيء الاساسي بحياتنا اكثر، حتى بساعات العمل بتلاقينا قاعدين بهذا الموضوع. هلا خلينا نستفيد نحن منه بالناحيه الايجابيه. هلا انه نحن نستفيد انه لا ناخذ منه معلومات صح، خلينا نقول. بس انا بنبه كثير على موضوع اللي عم تحكي عليه حضرتك، هو موضوع انه مثلا في عبارات هي تسويقيه، انه هي مثلا هذا التمرين هو احسن تمرين لحرق الشحوم واكثر تمرين يفيد عضله القلب، تمام. هلا هذا شو مشكلته؟ بيكون هذا هو نتيجه عمل، يعني بيكون هو درس مثلا نص ساعه واجى هالخمس دقائق اللي صار فيها الجهد العالي، فحتى فعلا بيكون منه الاستفاده. فنحن شو بيعملوا مشان تسويق؟ بينسوا النص ساعه وبيروحوا على الخمس ساعة دقائق، بيعملوا هي الخمس دقائق. فهي طبعا بتعمل مشاكل مع الايام. ليه؟ لانه انت اذا مانك عامل احماء صح، اذا مانك فايت على الموضوع من اولته، يعني عضلتك جاهزه، عضلاتك مرنه، في عامل انت استطاله مضبوط، لا بلشت الجهد العالي، هذا بياثر عليك سلبا، ممكن بالغضاريف، ممكن بعضله القلب اللي هي بتكون ما بتحمل. بعدين في شغله كثير مهمه، هي موضوع الرياضه لازم يكون متناسب مع عمر الزمني تبع الشخص، عمره مثلا 30 40 حتى سنة، البرنامج أو بنحط تماما، او عمره الرياضي. يعني اليوم نحن ما فينا نقول مثلا انه هلا مثلا دراسات البشر اشتفينا الحلقه هي نص ساعه مشي، هذا المشي الحسيس هو كل العالم فيه تعمله، شو ما كان عمر الشخص لازم يعمل نص ساعه مشي. هذا ان جنرال لكل العالم لازم تعمله، بس نحن بنبلش نتطور. يعني نحن نقول نحن لازم نمشي نص ساعه يوميا ثلاث مرات في الاسبوع او خمس مرات في الاسبوع، بس نحن لازم نصير مع كل شخص يكون في اخصائي لهذا الشغله، وخاصه اذا عنده شويه مشاكل. هلا ما في مشاكل، نص ساعه كثير منيحه، وكل ما ازدادت حسينا حالنا. انه احنا طبعا في شغله منبه عليها كثير، انا لانه اليوم نحكي عن عضله القلب، هي شغله مهمه كثير. وقت نمارس الرياضه لازم نعرف عدد نبضات القلب بالدقيقه، يعني في افريج طبيعي لل هي في اجهزه كارديو بتحط نبضات القلب. هلا انا ما بفضل، بفضل تكون طبيعي. يعني احنا في عندنا هي المنطقه هون، اذا حطينا ايدنا هون بهي المنطقه الشريان فينا نحسب عدد النبضات ب 15 ثانيه، بنعده 15 ثانيه بنضربهم باربعه بيطلعوا تمام، بيكون عندنا عدد النبضات. هلا ليش هذا المستوى مهم كثير؟ لانه انت الشخص الطبيعي بيقولوا 72 نبضه بالدقيقه، تمام. نحن اذا شخص رياضي بصير بينزل هذا المعدل مع ازدياد نشاط الرياضي. يعني احنا عم نمشي نص ساعه بنصير بنحسب هذا النبض، حتى ما نضل على نفس المستوى، حتى نطور رياضتنا ونصير احسن، نمشي نص ساعه بنزيد السرعه بس بنحسب نبضات القلب. هلا ايمت بنحافظ على هي السرعه وقت نحس انه النبضات صارت ثابته؟ فانه لا، معناتها نحن صار فينا نزيد السرعه، صار فينا نزيد المسافه، وبنفس الوقت ما في عندنا خطوره لانه نحن عم ندرس العمليه. تمام. يعني كوتش خلينا نحكي عن النظام الغذائي المرتبط بالرياضه، قديش مهم انه يكون متناسب مع الرياضه. يعني احيانا حتى سلمى بنلاحظ عالم بتلعب الرياضه بتطلع دغري بتاكل، فلازم يكون في نظام غذائي. بس بتاكل بتاكل اكلات بتروح كل شيء، تمام، مع كوكتيل كمان. سالي ما عم تحكي عن حالها فكره هي ابدا. فاحيانا لازم يكون مثلا مثل ما بنعرف في كربوهيدرات، في بروتين، محتوي كل شيء هذا البرنامج، نحكي عنه شوي. هلا هو التوزيع الوارد الغذائي، نحن مثل ما عم تحكي حضرتك، هو في عندنا المي اللي هي دائما لازم تكون موجوده بنسبه كبيره بالجسم، لانه هي 60 70% من الجسم، فكل ما زادت كميه المي زادت الصحه. هلا في عنا السكريات، بلش بعدها فورا السكريات. سكريات نحن بنفضل انه تكون سكريات طبيعيه، وخاصه بهي الفتره من السنه اللي هي فيها كثير مرض. يعني نحن انقلاب الخريفي دائما في عنا مشكله فيه انه برد وشو بنفس النهار، فبصير عنا مشاكل. فالسكريات لازم تكون طبيعيه، ليش؟ مشان نكسب منها الفيتامينات اللي هي بتقاوم الامراض اكثر. هلا السكر لازم يكون كميته منظمه، يعني احنا ما فينا ناكل كميه، مثلا بيقولوا سكر الفواكه هو سكر طبيعي، بس ما فينا ناكل كميه كبيره، يعني تفاحه تفاحتين، اي مثل ما بقولوا اي فواكه، هي عدد محدود، ما كميات يعني كبيره، لانه يعني كمان الزائد زياده كميه السكر بالجسم هي بتقلب شحوم بعدين، تمام. وهي لازم تكون عمليا قبل الساعه 11، يعني مشان صباحا ما يكون مثلا متاخر. يعني الوارد الغذائي تبع السكريات بيكون صباحا، لانه يكون في عندنا نشاط نقدر نصرف هذا، لانه السكر ما بينصرف بصير ثاني يوم شحوم، صح.
بعدين في عنا موضوع الكربوهيدرات اللي حكيت عليه، وهذا بيكون الوجبات الرئيسية على موضوع فترة الغداء. فترة الوجبة الرئيسية بتكون كربوهيدرات، ليش؟ لأنه هي ما بتنحرق بسرعة بس بتعطي طاقة على كل النهار. والموضوع البروتين هذا مهم جدا مع الغداء، ولتقريبا فترة الساعة 5 6 بيكون سناك، تمام، بيكون هذا فيه بروتين. والمساء مركز كثير على الخضرة أكيد. طيب كوتش رامي، كمان يعني بما أنه حكينا واليوم كنا عم نحكي عن دراسة اللي ربطنا الرياضة فيها بالقلب، بعض الناس بتقول أنه أنا تحركت بقلب البيت، مشيت، طلعت دراج، نزلت، هذا المشي يحتسب رياضة ولا في المشي نقصد فيه اللي هو مشي رياضي متواصل؟ المشي هو نوعين، مشي حسيس بسموه، والمشي الإرادي. الشيء يعني الحسيس هو الجهد اليومي يعني قصدك. هلا المشي الإرادي اللي هو هذا نحكي عليه هو المشي الرياضي، انه انا الجهاز العصبي بتعصب وانا عم بمشي وعم بحسب عدد الذرات. المشي الحسيس هو انت بتمشي بيكون جهازك العصبي هو عم يمشي كحركه لا اراديه. هلا نحن بنفضل انه يكون المشي ارادي، لانه بيكون في صرف سعرات حراريه اكبر وبيكون في حساب للزمن. يعني يوم انا مثلا اذا بدي اعمل نشاط رياضي، مثل ما حكينا شفنا وقت نحسب بلشنا موضوع حساب نبضات القلب، هو شيء كثير مهم. نحن اذا كان نبض القلب بال120 ضربه بالدقيقه، هذا معدل كثير منيح، لانه بعد نص ساعه ببلش حرق الشحوم بعده. فنحن بنعمل نص ساعه مشي، بنحاول مين شو ما كان العمر الزمني تبع الشخص، شاب كبير، بيحسب هذا النبض، بصير عنده هو معدل نص ساعه، بعدها بصير عنده نشاط. انا بفضل يوصل ل 45 دقيقه لانه هذا نشاط تمام. هلا هو مع الايام بصير هذا نشاط طبيعي. يعني يوم انت بدك تعمل رياضه 45 دقيقه مشي، ما عندي اسرع عليك، بصير نقول لا لازم يعمل تمارين ثانيه. بس هي تطور مرحلي، يعني هو اذا ببلش هلا بيعمل، اذا بيعملوا يعني خلينا نقول 90% انه يعملوا هالنص ساعه ثلاث مرات اسبوع فيكون كثير منيح، كل ما زادت تكون كان افضل لصحه الجسم. اكيد نعم. يعني كوتش خلينا نحكي كمان عن البروتين. هلا في اللحم الاحمر هو بروتين، والسمك بروتين، والدجاج بروتين. قديش مهم كمان نحدد نوع البروتين اللي عم ياخده الرياضي؟ يعني اللحم الاحمر مثلا انه اذا حب ياخذ قديش الكميه، والسمك قديش مسموح فيه، والدجاج قديش مسموح فيه. هلا البروتين هو لازم بالمجمل يكون 40% من الوارد الغذائي اليومي تبع الشخص. يعني اي انسان لازم يكون نسبته 40%. هي ال 40% نحن بتتحدد حسب النمط الرياضي تبع الشخص. هلا بتسمع كثير لعيبه الرياضه بيقولوا لك نحن بنحب ناكل صدر دجاج، ايه، او مثلا ناكل بياض بيض، او في يعني هدول انواع البروتين الحيواني. هو ليش مهم للرياضيين؟ لانه في نسب بروتين عالي، ونفس الوقت هو في سعرات حراريه اقل. يعني ليش بتلاقي العالم بيقول لك انا ما باخذ لحمه حمراء؟ هي لحمه حمراء فيها كمان نسبه بروتين عاليه مثل السمك ومثل الدجاج، بس فيها نسب يعني فيها بتعمل سعرات حراريه. هو قد واحد يعني الحد اللي عم يعمل انسان رياضه وحابب يعمل دايت بيبعد شوي عن اللحمه الحمراء، بيقول لك انا باكل بس صدور دجاج، باكل بس سمك، لانه فيه نسبه بروتين عاليه وسعرات حراريه اقل. تمام. اكيد. يعني وبيضل مثل ما حكينا سالي، الاكل له متعه خاصه، وبنحاول قد ما بنقدر انه نحن نتقيد بهي التعليمات، ولكن بيبقى للاكل يعني بما امكن سلمى ان شاء الله يا رب نقدر نتقيد بالتعليمات اللي حكاها الكوتش اليوم. بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر النصايح اللي قدمتها، وان شاء الله يكون كل المشاهدين استفادوا من نصايحك، ونلتقى فيك ان شاء الله بفقرات ثانيه بصباحنا غير. شكرا لك. شكرا لك كوتش رامي. اما هلا مشاهدي